أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا باب الرحمة ويا سفينة نجاة الأمة، وأبا الأئمة يا غريب ويا مظلوم كربلاء. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا لائمن يتجنب التفنيدا، فلقد تجنبت الحسان الغيدا، وعرضت عن لهو الشباب وسكره لما رأيت صفاه تنكيدا. لكنني أصبحت مشغوف الحشاء في حب آل محمد معمودا، يا قوم أتى نص الكتاب بفضلهم، فولاهم قد قارن التوحيدا، يا ولقد عقدت ولائي فيهم معلنا بولاء حيدرة، فصرت سعيدا، يا هو ذلك الشبح الذي في صفحة العرش استبان لآدم مرصودا. يا جامع الأضداد في أوصافه، جلت صفاتك بالكمال فريدا. لم يفرض الله الحجيج لبيته لو لم تكن في بيته مولودا، يا للأنبياء في السر كنت معاضدا، ومع النبي محمد مشهودا. يا ولكم كفى الله القتال بسيفك الإسلام يوم الخندق المعهودا، يا من قد عتبة وابن ود ومرحبا، والعبدري وشيبة ووليدا، يا من أبهر الأملاك في حملاته، ويا ولمن تمدح جبرائيل نشيدا. لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي حيث صاد الصيدا. يا نفس الفدا له إماما صابرا، قضى جميع حياته مجهودا في طاعة الرحمن، أفنى عمره
بل لا يزال لأمره مكدودا حتى إذا انبعث الشقي وقد حكايا بفظيع ضربته شقي ثمودا والفاه في المحراب ينشج ساجدا لله من خوف المعاد سجايا يا فأصاب جبهته الشريفة خاضبا أيوا سيداه وعليا فأصاب جبهته الشريفة خاضبا منها كريمته دميا خنديدا فهوى إمام الحق يهتف صائحا قد فزت والله العظيم سعيدا يا ليلة هتف الأمين بفجرها قتل الوصي أخو النبي شهيدا فتهدمت والله ياه أركان الهدى والدين أضحى بابه مسدودا يا ولي يا علي يا حارس الدين يا ملفى الأرامل والمساكين بويا راسك شلون راسك شلون انجسم نصين وتخضبت بالدم يا ابو حسين يا بي يا ابو يا لي انا لفات هالفاجعة مني إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لتعجيل فرج المولى صلوات الله عليه ونصرة حماة الدين والوطن والمؤمنين ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كثيرة هي المناقب العلوية التي نص عليها كتاب الله تعالى وصرح بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مواقف ومواضع كثيرة ومن جملة ذلك ما اشتهر وتواتر بين المسلمين من حديث عرف بحديث المنزل وأنه صلى الله عليه وآله قال لعلي غير مرة أما ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. واشتهر قولهم أنه صلى الله عليه وآله لضيق الوقت اختصارا وبإيجاز أنه إنما قال له ذلك وخلفه على من بقي من أهل بيته ومن أهل المدينة عندما خرج صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك. عند ذاك ثارت ثائرة المنافقين ورأوا أنها فرصة لكي ينالوا من الوصي صلى الله عليه وآله، فقالوا إنما خلفه على النسوان والصبيان مستثقلا من رفقة علي صلوات الله عليه. مؤرخون أهل السنن أهل السير يذكرون أن غزوات النبي صلى الله عليه وآله جاوزت 82 غزوة لم يتخلف علي صلوات الله عليه إلا عن غزوة واحدة هي تلك الغزوة فقط. ولا شك أن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وهو الحكيم الذي علمه الحكمة وفصل الخطاب المولى تبارك وتعالى، لا شك أنه لا يخطو خطوة إلا وهو عالم بغاية أنفع للمسلمين من أن يرافقه علي صلوات الله وسلامه عليه. فعندما خلفه في المدينة يعلم يقينا أن المصلحة المترتبة على بقاء أمير المؤمنين عليه السلام أعظم من مصلحة مرافقته لرسول الله في تلك الغزوة، وإلا لكان قد اصطحب عليا معه صلوات الله عليه. ثانيا، هذا القول أنت مني بمنزلة هارون من موسى لم يكن فقط في غزوة تبوك، وإنما ورد في مواضع ومواقف كثيرة، منها مثلا عندما آخى بين المسلمين في مكة في المؤاخاة الأولى، فاستبقى عليا عليه السلام لنفسه، قال يا علي إنما استبقيتك لنفسي وأنك أخي في الدنيا والآخرة. وتكررت هذه المؤاخاة في المؤاخاة الثانية بين المهاجرين والأنصار كذلك، استبقاه رسول الله علما لنفسه المقدسة. وهناك اعتبارات معينة عندما يؤاخي النبي صلى الله عليه وآله، لذلك تلقى كل اثنين سواء من المهاجرين والأنصار أو من غيرهم في المؤاخاة الأولى بتعبيرهم كل واحد منهم سنخ الآخر، يعني من طبقته من مواصفاته المفروض يكون بينهم شيء من التوافق. مثلا تلقى آخى بين سلمان وأبا ذر، يا أخي مثلا بين عمار وبين المقداد، يجيبهم كل واحد يعرف شنو مقدرته ومكانته ويقينه، ويآخي بين الأول والثاني، يعرف كل واحد ويا من، يقولون الأشباه تنجذب إلى نظائرها. زين، على أي حال أريد القول بأنه صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، عندما يستبقي عليا صلوات الله عليهما وآلهما لنفسه المقدسة ذلك لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس فقط أنه نفس النبي. طب هذا تصريح القرآن الكريم، وأنفسنا وأنفسكم. حتى البعض كان يقول حضور علي بن أبي طالب كان حضورا تشريفيا، وإلا فرسول الله موجود على كل حال. يعني لو لم يخرج علي بن أبي طالب الآية تبقى صحيحة؟ لا، مو صحيحة، آية صحيحة لوجود نفس النبي، ولكن يرد إشكال. الإشكال الواحد أنه لأن الإنسان لا يدعو نفسه، وعندما يدعو حسنا وحسينا يقول أبناءنا وأبناءكم، ويدعو الزهراء سلام الله عليها نساءنا
ونساءكم ثم يقول أنفسنا وأنفسكم. دعا نفسا هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس هذا فقط، وإنما كان رسول الله يقول لعلي عليه السلام: يا علي، سألت الله عز وجل أن يجعلك معي في بعض الأحاديث في سبع مواضع، منها مثلا عند النشور، أول من تشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله، ويرافقه علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد. أول من يصافح النبي صلى الله عليه وآله في ساحة المحشر علي بن أبي طالب. أول من يدخل الجنة معي ومعنا فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين أمير المؤمنين عليه السلام. أول من يرفع لواء الحمد بين يدي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذا هناك جملة من التوافقات بين نفس النبي وبين مواقف رسول الله ومواقف أمير المؤمنين عليه السلام. البعض مثل ابن عساكر وغيره، مو بس هالأمور، يقول عدل علي بن أبي طالب عينه عدل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكرون قضية أبي هريرة المعروفة عندما طلب تمرا من النبي، ثم في غير يوم طلب تمرا من أمير المؤمنين عليه السلام، وفي كل مرة عندما يحصي ما أعطاه كل منهما يلقى العدد 63 حبة، فيأتي إلى النبي: يا رسول الله. يقول له: يا أبو هريرة جئتني مبتسما. قال: لا، أنا جئتك يا رسول الله فأعطيتني بكفك الشريفة ثلاثا، طلعا 63 حباية، واليوم علي بن أبي طالب طلبت منه تمر كذلك أعطاني 63 حبة كذلك ثلاث مرات بكفه الشريفة. قال: أوما علمت أن كفي وكف علي بن أبي طالب في العدل سواء؟ اثنينهم نفس العدل. زين، ولذلك عندما يرد حديث المنزلة تلقى النفوس التي لا ترتاح لذكر علي بن أبي طالب تشمئز من ذكره وإلى يومك هذا. اليوم القتل لشيعة علي بن أبي طالب على الهوية، اسمك علي، اسمك جعفر، اسمك حسن، اسمك حسين، ويصير فرز الموالي من غير الموالي، ويقتل المؤمنون هكذا لا لشيء سوى لأنك. ولذلك تلتفت يوم البلاغ الرسمي لولاية أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الغدير، رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ بيد علي عليه السلام يرفعها، يقول: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن هذا قسم بلاغ أبلغ المسلمين، جميع المسلمين، صحيح؟ لكن القسم الآخر لم يكن بلاغا وإنما كان دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. الدعاء لم يكن لشخص علي بن أبي طالب، إنما كان دعاء لأنصار وأولياء وشيعة علي بن أبي طالب. كان يقول: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. واليوم تشوف شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه محاربون في كل مكان، لقبوك بأبشع الألقاب وصفوك بأقذع الأوصاف لا لشيء. يجوز شكلك وهندامك حلو عاجبهم، لكن عقيدتك ما عاجبتهم. أنك توالي عليا عليه، عيبك هو هذا، تهمتك هذه هي التهمة. ولذلك يقول: يخرج ليلة من الليالي أمير المؤمنين عليه السلام، هذه صرحوا بها على كل حال في حياة رسول الله، يقولهم: سدوا الأبواب إلا باب علي بن أبي طالب، أبواب مطلة على المسجد. يقولون لفلان، يقول له: يخلي لي خوخة، خوخة فتحة صغيرة، أبو خوخة خلي لي بس فتحة صغيرة، علي بن أبي طالب بابه كله، ليش تترك ابن عمك تفتح بابه؟ قالهم: حتى الخوخة هم سدوها.
أنا ما سديت باب من الأبواب إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. يناجي علي بن أبي طالب يعني يحدثه سرا بينهما، يقولون قد أطال مناجاة ابن عمه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني ما ناجيته ولا انتجيته، ولكن الله انتجاه وناجاه. هذا كله بأمر الله عز وجل. زين لولا يخرج علي بن أبي طالب مع رسول الله، يقول أصحر شوية خارج المدينة، يتمشون خارج البيوت، يضع يده على كتف علي بن أبي طالب وينتحب باكيا، يقول: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: يا علي، يا أبا الحسن، ضغائن في صدور قوم لا يظهرونها لكم إلا من بعدي. وفعلا هاي الضغائن، وإلا أمير المؤمنين عليه السلام يقولون يوم من الأيام يسمع واحد من المسلمين يقول: أنا مظلوم، ومظلمتاه، من الظلمة؟ قال: المسلمين، واحد من المسلمين، تعرفه؟ بل يا عرفه. قال: ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه إلى يومنا هذا. اللهم إني أستعديك على قريش، فقد ظلمتني عدد الحجر والمدر، حتى رووا أن أول مظلوم يشكو ظلامته بين يدي الله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وهذه ليلة الإمام عليه السلام من جملة هذه السنخية والمساواة والمواساة بينه وبين النبي صلى الله عليهما وآلهما، أن حتى عمر النبي 63 سنة وعمر أمير المؤمنين كذلك 63 سنة. واحد يقول: هذا النور المبارك، هذا الوجود المقدس، يا ليت دام أعمارا وقرونا متمادية. لكن أولا حكمة ومشيئة الله عز وجل، وثانيا هذه الهموم والهموم والغموم والآلام. لذلك الأمير عليه السلام كان يقول: الهم نصف الهرم. لذلك تلقى بعض الناس من قد هم عمره 30 سنة وراسه ولحيته بيضة، من قد ما يعيش من هموم وآلام. هذه الليلة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أخبره رسول الله ذات يوم: يا علي، من أشقى الأولين؟ يقول له: يا رسول الله، أنت الذي علمتني، ذاك ناقر عاقر ناقة صالح، عاقر الناقة هو أشقى الأولين. قال: ومن أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. أمير المؤمنين علم من هو أشقى الآخرين، لكن يريد يسمع المسلمين حتى لا يقول واحد ما أفصح رسول الله بشيء. زين، يريد يبين مقدار ظلامته. قال: ذاك الذي يضربك على رأسك بسيفه حتى تخضب هذه من هذه. وهذه الليلة أمير المؤمنين عند العقيلة زينب عليها السلام يخرج إلى صحن الدار، يطيل النظر في السماء وهو يقول: هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، والله ما كذبت ولا كذبت. مولاتنا العقيلة تقول: أبا يا أمير المؤمنين، ما لي أراك هذه الليلة وجل على هذه الحال؟ قال لها: بني زينب، إن أبوك خاض الأهوال وجدل الأبطال، لكن ما دخل قلبه خوف سوى هذه الليلة، خوف الإجلال لله عز وجل، الخشية من لقاء الله تعالى، خوف العلماء. يقول: عند ذاك استعد الإمام عليه السلام لمغادرة الدار إلى المسجد، حتى إذا اقترب من باب الدار كانت أوز في صحن الدار جعلنا يصرخنا يصحنا ويرفرفنا في وجهه.
وهو يقول صوائح تتبعها نوائح، جاء إلى باب الدار علق مئزره بباب الدار، جعل يصلحه ويقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. يا خرج الإمام عليه السلام أدركه الحسن والحسين، أبا يا أمير المؤمنين ما الخبر؟ مولادنا زينب العقيلة هكذا تقول، قال بالله عليكما أقسم عليكما بجدكما رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما رجعتما إلى الدار العائلة وجل هذه الليلة. زينب خائفة الليلة، أبقوا يم زينب لا تأتوا معي هذه الليلة. يقول عندما دخل إلى المسجد حان وقت الصلاة، ارتقى المئذن رفع صوته بالأذان، ما بقي دار ولا بيت في الكوفة إلا دخله صوت أمير المؤمنين. نزل من المئذن جاء إلى الناس في المسجد يوقظ النائمين لصلاة الفجر، حتى إذا صلى نافلة الصبح أقام لصلاته في محرابه. هذا واللعين قد أخفى سيفه، والأشعث بن قيس لعنه الله يحثه ويشجعه، لقد أدركك الفجر يا مؤمنون. دخل إمامنا في صلاته، ركع ركوع ركعة الأولى هوى إلى السجود، رفع رأسه من السجدة الأولى ومع هويه إلى السجدة الثانية هوى عليه اللعين بسيفه، فضربه على هام رأسه. أيوا سيداه وإماما، رحم الله من نادى وعليا. فقال الإمام عليه السلام فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، لا يفوتنكم الرجل. وإذا بالنداء بين السماء والأرض، صوت جبرائيل عليه السلام، قتل الوصي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل الوصي المرتضى. يا حيدر وقع بين السجدتين وجبريل نادى يا مسلمين، راسا طبر بالسيف نصين، ويل راسا طبر بالسيف نصين في شهر الصيام. رجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين يا الله. إلهي بحق العلي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وآل بيته الطيبين الطاهرين، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم انصر به الإسلام والمسلمين، اخذل به الكفر والمنافقين. اللهم انصر به حماة الدين والوطن، وأيد به المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اقض حوائج المحتاجين،
اقض دين المديونين، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، تغمد موتانا بوافر رحمتك موت المؤمنين والمؤمنات، العلماء والشهداء والسادات، خدمة الحسين عليه السلام جميعا، من رحل من أهل هذا الجمع، خصوصا أموات المؤسسين والباذلين، إلى روح الوالد العزيز الراحل الحاج أبي صفا وأخينا المكرم أبي علي الشمري، سائر أرواح أمواتكم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.